ايه رأيك في فكرة الاستثمار اللي عملها سيراميك كليوباترا بالاستحواذ على ديروت، وان هو يدفع بقطاع الناشئين بتاعه يلعب ويشارك في الممتاز به؟ في الحقيقة أنا هنيت طارق عليها لأنها فكرة محترمة جدا جدا، إنك أنت تستثمر في فرقتك، إنك تستثمر في الفريق. والفريق ده أنا معظمه اشتغلت معاه لما كنت ماسك سيراميكا، لعيبة كويسة جدا، وإحنا كنت عندنا بتصعدهم؟ عملية تعامل، فرقة كويسة جدا. اي أنا اتفرجت على الفرقة دي، هو دعاني إن أنا أتفرج على الفرقة، تمام، وفرقة كويسة محتاجين الخبرات. دي احنا مش حاط يعني هو مش حاطط في دماغه انه الخبرات الدوري، هم ماشيين بشكل كويس مفهوم. وموقفهم كويس. لعبوا 12 مباراة جابوا فيها 14 نقطة، ما عندهم وحتى الماتشات اللي فقدوا فيها يعني تعادلوا بعد ده الفوز ثلاث في ماتشات في الدقيقة آخر ثواني. الأخرانية، يعني ثلاث ماتشات، فهم فرقة كويسة جدا، ولاد صغيرين. انا شايف انه من ساعة ما انا اشتغلت معاهم كتير القطاع كله فيه منجم بصراحة. هي العملية محتاجة ترتيب، فالخطوة دي أول خطوات القاعدة العريضة لسيراميكا كليوباترا. صح، على بقى مستويات عديدة، عارف استثمار أو دعم المجموعة، الفريق يعني بالصفقات. المجموعة بتاعت سيراميكا بكل مؤسساتها واقتصادياتها دي اقتصادية مهمة جدا، صح، إنها تتنظم وتمشي بشكل كويس والولاد يتسوقوا بشكل كويس. انا شايف انه المجموعه دي فيها لعيبه كتير كويسه جدا، فيها لعيبه مهمه، يعني خلال سنتين هتعمل طفره صح، في اللعيبه. انا خبرات، خبرات كبيرة قوي بيكتسبوها، غير الخبرات، والممتاز وهم به دي مش حاجة لعيبه. سهلة انا يعني. بشوف ان الاستثمار ده استثمار. احنا تلات ارباع الفرق في الدوريات دي محتاجه النوعيه دي، والتوجه الدوله يبقى كده. يعني بدل ما انا اعمل واقول هنعمل كذا ونكتشف كذا، انا بقول ان الفرق دي لما تاخدها مؤسسات كبيره وتستثمر فيها صح بالولاد الصغيره دي، صح والاحتكاك يبقى احتكاك رسمي، انا بشوف المردود على مستوى الاستثمار ومستوى فسيراميكا بيعمل قاعده لبناء نادي حقيقي كنادي استثماري صح متمثل في ديروت، عنده ليه رئيس، دور رياضي عنده رئيس ومجتمعي. نادي فاهم برضه، وعنده مدرب كويس جدا، كابتن سعد وسعد فاروق. فاروق عنده خبرات كبيرة جدا، والعميد شامل طبعا كمدير للكورة حاجة كويسة. فأنا سمنت مع طارق الفكرة، فكرة هايلة جدا، تحرك ممتاز بصراحة. تحرك ممتاز للمؤسسة، وأرجو إنها كمان تشمل تنزل بقى لتحت مع عملية ترتيب الأكاديميات وترتيب النادي. هتلاقي مع الشغل الإعلامي، أنا بشوف إنه عملية تسويقية ناجحة جدا. في حد لفت نظرك من اللاعبين في ديروت يلعب ممتاز ممكن؟ في لعيبة كتير، بس خليهم يتخزنوا دلوقتي ويشتغلوا ياخدوا خبرات اكتر. ياخدوا خبرات. أنا بقول لطارق هتعمل لك كام أرنب حلوين. أنا عارف يعني هعمل له كام أرنب حلوين إن شاء الله، يعني يمشي بالمعدل اللي هم ماشيين بيه ده، اي هيعمل له حاجة كويسة. يعني هتلاقي الأندية الكبيرة هتيجي تبص على أكاديمية ديروت. سؤالين اخيرين بتعليق صغير جدا. رقم واحد، ارسنال هياخد